بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من على كتابي لي كومبروندر. طبعا انتهينا مع غونار اي لي بواسون كما رأينا. إذا في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى عنوانا جديدا كما نلاحظ عندنا جو جينو سون سوان سون سوان اي بيرو سوانيو. إذا عندنا جو جينو سون سوان اي بيرو سوانيو. جو كما نقول لعبة، أحيانا نتكلم عن جوي، إذا نتكلم أحيانا عن الألعاب الملموسة صح التعبير. إذا الألعاب التي يستعمل الأطفال في لعبهم مع بعضهم بعضا، إذا نتكلم عن جوي. إذا كما نقول هنا لعبة أيضا أو لعب إن صح التعبير، كما نقول لعب. إذا عندنا هنا جينو سون سوان إي بيرو سوانيو. إذا عندنا جينو، طبعا أحيانا نتكلم عن جين جين، طبعا جينو المقصود بها. إذا جينو est un prénom couramment utilisé en France. إذا نتكلم عن جينو est un prénom، كما نقول هو لقب. couramment utilisé en France، couramment utilisé en France، couramment كما نقول بشكل مستمر. couramment utilisé كما نقول أكثر استعمالا. couramment utilisé en France. il s'agit d'une forme diminutive. إذا يتعلق الأمر بشكل، طبعا أحيانا نتكلم عن le verbe diminuer، فعل كما نقول نقص، تنقص من الأداة، تنقص من الحجم إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن diminuer، diminutif كما نقول اسم تصغيري. il s'agit d'une forme، يتعلق الأمر بشكل، واحد الشكل تياخذ الاسم. diminutif كما نتكلم عن شكل تصغيري، نتكلم عن اسم يأخذ شكلا تصغيريا du prénom Jean، للقب جان أو للاسم جان. إذا بدل أن نقول لشخص جان، إذا نقول له جينو. كما نتكلم عن جان صغير ليس بجان كبير، بل نتكلم عن جان صغير، إذا نقول له جينو جينو. نفس الشيء بالنسبة لبيغو، نتكلم عن رجل كبير نقول له بيغ، لكن طفل صغير نقول له بيغو. هذا اسم تصغيري تماما كما عندنا هنا diminutif du prénom بيغ. طبعا كما رأينا قبلا عندنا il s'agit d'une forme diminutive. هنا تنتكلم على une forme، تنوصفها بأنها diminutive. طبعا une forme كلمة مؤنثة، إذن في الوصف سنقول diminutive. أما في الحالة الثانية عندنا diminutif، إذن طبعا فهي أخذت الحالة ديال المذكر diminutive، كما نقول تصغيري du prénom Pierre، du prénom Pierre، للاسم Pierre. إذا سنقول بيرو. الذي يهمنا هنا عندنا جينو سون سوان، إذا نتكلم عن الطفل جينو سون سوان، أنه بدون عناية، بدون عناية. أحيانا نتكلم عن لو فيرب سواني، سواني أن مالاد، سواني أن مالاد، يعني أنك تعتني بمريض أو أنك تعالج مريضا. ممكن أنني أقول عن شخص مثلا il conduit، il conduit sa voiture soigneusement، il conduit sa voiture soigneusement، هو يسوق سيارته بعناية. إذا نتكلم عن لو فيرب سواني أو بيان soigneusement، أو كما عندنا هنا نتكلم عن لو سوان، يعني العناية. جينو سون سوان، نتكلم عن جينو تنقص العناية، سواء في الأفعال أو بالعناية بنفسه أو بالعناية بأدواته. إذا نتكلم عن جينو سون سوان. ثم عندنا بيغو، إذا نتكلم عن الطفل بيغو على عكس جينو، على عكس جينو. إذا ستان لونفون سوانيو، إذا نتكلم عن الطفل بأنه يعتني بأدواته، يعتني بنفسه، يعتني بمن حوله وبما حوله إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن بيغو سوانيو. إذا طبعا من خلال هاد الاسمين جينو سون سوان، ثم عندنا بيغو سوانيو، إذا سنرى بعض الأمور المتعلقة بهاد الطفلين. بخوميامون نو برونو سي لوكيسيون، هنا تو دابور افواغ دي سوان، افواغ دي سوان، يعني أن تكون عندك العناية. افواغ دي سوان، أن تكون عندك العناية. طبعا هاد افواغ اللي عندنا هنا خلينا ما نصرفهاش، ولكن هذا تعني باننا ممكن نصرفوها مع الضمير اللي بغينا
وفي الزمان اللي بغينا. مثلا ممكن انني اقول جي سوا تنصرف افواغ في البريزون. طبعا افواغ في البريزون ماذا ساقول؟ ساقول جي تيا إل أن وزافون وزافي إلزون. ممكن أنني أصرفه مثلا في الفيتور سامبل فأقول جوغي تي أورا إل أورا نوزورون فوزوغي إلزون. جي أنا عندي، جي دي سوان أنا عندي من العناية مثلا، تي أورا دي سوان أنت ستكون عندك من العناية إلى غير ذلك. إذا هاد أفواغ ممكن أننا نصرفوه مع الضمير اللي بغينا وفي الزمان اللي بغينا. طبعا عموما باش يبقى يختزل لنا هاد الأمور كلها تنخليو الانفينيتيف، يعني ان تكون لك او تكون لي او تكون للاخر او ستكون لي او ستكون لك او ستكون لشخص اخر العناية او من العناية افواغ دي سوان. ثم نفس الشيء هنا عندنا اتر سوانيو، ان تكون معتنيا، ان تكون معتنيا ان صح التعبير. طبعا هاد اتر ايضا ممكن اننا نصرفوها في البريزون، في الفيتور سامبل، في الباسي كومبوزي ومع الضمير اللي بغينا. ممكن انني اقول جو سوي سواني، انا معتني، تي سواني انت معتني، الي سوانيوز هي معتنيه. ممكن انني اصرف هاد اتر باسي كومبوزي فاقول جيتي سواني انا كنت معتنيا، او اقول مثلا في الفيتور سامبل جو سوري سواني انا ساكون معتنيا الى غير ذلك. اذا طبعا اتر ممكن انني اصرفه مع الضمير او في الزمن الذي اريد. ثم عندنا ريكونيتر، ريكونيتر عندها علاقه ب لا ريكونيسونس، لا ريكونيسونس سي لو في دو ريكونيتر. اذا هي عمليه ان تتعرف. نقول مثلا لا ريكونيسونس دان اوبجي، اذا نتكلم عن التعرف عن شيء ما، عن شيء. لا ريكونيسونس ممكن ان تعني لو في دو سو ريكونيتر، يعني عملية التعارف. إذا أن يعرف الإنسان بعضه بعضا مثلا، إذا نتكلم عن لا ريكونيسونس. إذا ريكونيتر المقصود بها إيدونتيفي كيلكا أو بها كيلكو شوز أليد دو لا ميموار، أليد دو لا ميموار، يعني أنك تتعرف على الشيء أو على الشخص أليد دو لا ميموار بمساعدة الذاكرة، أنك تستدعي ذاكرتك حتى تتعرف على هذا الشيء أو على هذا الشخص. نقول مثلا جو ريكوني سيت اندوا، أنا أعرف هذا المكان. عندما تقول أنا أعرف هذا المكان ماذا يعني هذا؟ أنك استدعيت ذاكرتك للتعرف على هذه الصورة فعرفتها. جو ريكوني سيت اندوا، أنا أعرف هذا المكان. ريكونيتر المقصود بها إيدونتيفي كيلكا أو بها كيلكو شوز، أنك تتعرف على شيء ما أو على شخص أو مويادان كاركتير ديجا إيدونتيفي أو أون طونك أبارتونون أ أون كاتيغوري، أنك تتعرف على شيء أو على شخص أو مويادان كاركتير ديجا إيدونتيفي، إذا من خلال واحد التمييز أو من خلال واحد الميزة ديجا إيدونتيفي أن متعرف عليه من قبل. إذا تتعرف على شخص أو تتعرف على شيء ما من خلال واحد الميزة موجودة في هذا الشخص أو موجودة في هذا الشيء، وهذه الميزة سبق لك التعرف عليها. إذا إيدونتيفي كيلكو شوز أو بيا إيدونتيفي كيلكا أو مويا دان كاركتير ديجا إيدونتيفي، أنك تتعرف على الشيء أو على الشخص أو مويا دان كاركتير انطلاقا من ميزة ما ديجا إيدونتيفي، أنك تعرفت عليه من قبل أو أون طونك أبارتونون أ أون كاتيغوري، أو كمنتمي إلى مجموعة أو إلى فئة ما. إذا تتعرف على هذا الشخص، تتعرف على هذا الشيء بالتعرف على كونه ينتمي إلى فئة ما. نقول مثلا ريكونيتر اون فلور، ريكونيتر اون فلور، يعني أنك تتعرف على وردة أو تتعرف على زهرة فتعرف بأن هذه النبتة أنها لا تنتمي مثلا إلى نوعية الأشجار، أو أنها ليست من النعناع مثلا نباتات أخرى، بل هي تنتمي إلى فئة الأزهار. لماذا؟ لأنك تعرف كل أنواع الأزهار كيف تكون، وبالتالي عندما رأيت هذه الزهرة أنك عرفتها بسرعة. بماذا؟ بالميزة التي تتضمنها، كونها أن تأخذ واحد الشكل معين إلى غير ذلك. إذا نتكلم هنا عن ريكونيتر. ثم عندنا كلمة لاشيز، لاشيز طبعا نتكلم هنا على الكرسي.
La chaise est un meuble. إذا نتكلم عن أتات كونسي. طبعا نتكلم هنا على الفاب كونسوفوار. كونسوفوار يعني فعل تصور. إذا نتكلم هنا عن أتات أنه متصور. المقصود بأنه منجز على شكل تصور. الناس اللي صيبوا هاد الأتات أنهم تصوروه بواحد الشكل ثم أنهم صنعوه طبقا لذلك التصور. إذا لا شاز إتام مابل كونسي بور ساسواغ. الكرسي هو واحد الأتات كونسي. كما نقول أنه متصور المقصود بأنه منجز وفق تصورين بور ساسواغ للجلوس من أجل الجلوس. نتكلم عن الكرسي هنا كلمة مؤنثة. نقول لا شاز لا شاز. إذا هنا سنقول ألي هي. كما نتكلم عن الكرسي ألي جينيرالمون constituée من السيز. إذا هي بصفة عامة أنها مكونة. إذا هذا الكرسي مناش مكون. إلي جينيرالمون constituée. إذا هو مكون من السيز. دين السيز. إذا كما نقول بأنه مكون من مقعد دان دوسيي ثم مكون من متكأ ظهري يسمى أن دوسيي. طبعا كلمة دوسيي ممكن أن تعني ملف كما نعرف. طبعا هنا تنعني بها المتكأ ديال الظهر اللي في الكرسي يسمى أن دوسي إي دو كاتر بي. ثم أنه مكون من أربعة أرجل. إذن عموما نتكلم هنا عن كرسي بأربعة أرجل. إذن عندنا كلمة لا شاز ثم عندنا إن شامبر ثم عندنا إن شامبر. طبعا لا شامبر مقصود بها الغرفة. نتكلم عن إن شامبر أكوشي. إن شامبر أكوشي. إذا نتكلم عن غرفة النوم نقول مثلا إن شامبر ألوي. إن شامبر ألوي غرفة للكراء. إن شامبر ألوي أنها مخصصة للكراء. إن شامبر دو لوكس. إذا نتكلم عن غرفة فاخرة. إن شامبر دو لوكس. إذا نتكلم عن غرفة فاخرة إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن إن شامبر. ثم عندنا لا سال دو بان. لا سال دو بان. إذا نتكلم عن غرفة الحمام. غرفة الحمام كما نقول لا سال دو بان. لا سال دو بان est une pièce essentielle dans une maison ou un appartement. إذا نتكلم على لا سال دو بان. إذا هاد القاعة أو هاد الغرفة est une pièce essentielle. إذا نتكلم عن غرفة essentielle أنها مهمة dans une maison يعني في المنزل ou un appartement أو في شقة. إذا نتكلم عن غرفة أنها بهذه الأهمية طبعا في كل منزل أو في كل شقة. إذا نتكلم على لا سال دو بان. إذا نتكلم عن هذه الغرفة لا سال دو بان إلي جينيرالمون. إذا هي بصفة عامة إيكيبي أنها مجهزة دان لافابو. بصفة عامة تكون مجهزة بمغسلة دون تواليت دون تواليت إي دون دوش إي دون دوش. ثم تكون مجهزة بدوش أو دين بينوار أو تكون مجهزة بحوض للاستحمام. إذا نتكلم عن بينوار. طبعا نتكلم عن بينوار عندها علاقة بفعل بيني أنك تستحم أنك تأخذ حماما. إذا نتكلم عن لو فيرب بيني ومنها هذه الكلمة بينوار. نقول مثلا بينوار بيبي. إذا نتكلم عن حمام الطفل. إذا نتكلم عن حوض استحمام. إذا نتكلم عن بينوار. إذا عندنا لا سال دو بان دي شوفو بيني. إذا نتكلم عن شعر ممشوط دي شوفو بيني. إذا نتكلم عن شعر ممشوط لو فان بيني هذا فعل مشاطة هذا فعل مشاطة. ومن مثلا كلمة لو بان. ومن مثلا كلمة لو بان يعني المشط. إذا نتكلم عن لو بان. طبعا يجب التفرق بين لو بان وبين لا بان. طبعا هي تكتب بطريقة مختلفة. مثلا نقول لا بين دو مور. إذا نتكلم عن الحكم بالإعدام لا بين دو مور. إذا نتكلم عن عقوبة الإعدام. طبعا لا بين عموما تعني المشقة. لا بين تعني المشقة. لكن هنا طبعا الذي عندنا عندنا لو بين. عندنا كلمة عندها علاقة ب لو بين. إذا نتكلم عن المشط دي شوفو بيني. إذا نتكلم عن الشعر نتكلم عن مجموعة من الشعر. كما تنشوفوا عندنا هنا الجمع دي شوفو بيني. إذا نتكلم عن شعر ممشوط. ثم عندنا إلي طون كلاس. إلي طون كلاس هو في القسم.
ممكن نتكلم عن أنت فنقول أنا. إلي تون كلاس، إلي تون كلاس، إذن هي في القسم. إذن هنا هنا عندنا إلي تون كلاس، إلي تون كلاس، إذن هو في القسم أو في الفصل. ثم عندنا إلا يكخي، إلا يكخي، إلا يكخي، إذن هو كتب. طبعا كما تلاحظوا هنا عندنا لو بارتيسيباسي دو فيرب إكخيغ، هنا لو بارتيسيباسي دو فيرب إكخيغ، لو فيرب إكخيغ إي كونجوي أكيل طون، إذن فعل كتب مصرف هنا في أي زمن. Comme nous le voyons, on a le participe du verbe écrire précédé de l'auxiliaire avoir, conjugué au présent. Et dans le participe passé, le khas bi fi'l écrire ou écrit. Le verbe écrire a un deux participe wahid. Un deux participe passé wahid. Tamamen ka baqiyat l'af'al. Kul fi'l, fi'l, illa wa un deux le participe passé, le khas bi yajib an na'rifahu. هنا عندنا إيكخي بهذا الشكل، هذا هو لو بارتيسيباسي دو فيغ إيكخيغ فعل الكتابة. كما تنشوفو أنه مسبوق ب لوكسيليير أفواغ، فاش مصرف هاد لوكسيليير؟ طبعا مصرف في لو بخيزون، مصرف الحاضر، وبالتالي سنحصل على ماذا؟ طبعا سنحصل على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل إيكخيغ. لو باسي كومبوزي كما تنعرفو ستان طون كومبوزي، إذا هو زمان مركب، تتركب من هاد لو بارتيسيباسي وتتركب من لوكسيليير اللي سابقو. إذا نتكلم عن زمن مركب، طبعا لو باسي كومبوزي كيما تيدل الاسم ديالو عليه ستان طون كومبوزي، ولكن ما كاينش غير هو اللي كومبوزي، كاين بزاف ديال الأزمنة طبعا ديال طون كومبوزي تسمى أزمنة مركبة. يكفي أننا نصرفو هاد أفواغ اللي عندنا هنا، هاد لوكسيليير أفواغ، فواحد الزمن آخر مثلا في لو فيتور سامبل، في زمان بسيط، ثم نضيف له هاد لو بارتيسيباسي فنحصل على زمن اخر مركب. الى مشينا تصرفنا هذا مثلا في لامبارفي، طبعا لامبارفي كما تعرفوا ستان طون سامبل، هو زمان بسيط ماشي مركب. اذا لمشينا تصرفنا هاد افواغ في لامبارفي ثم اضفنا له لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ايكخيغ، نقول مثلا il avait écrit، il avait écrit، il avait écrit، إذن غيولي عندنا هو كتب في الماضي أيضا، ولكن تنتكلم على واحد الماضي اللي سابق ماضي آخر ممكن أنه يأتي بعده، تنتكلم على جوج الماضيات، الماضي الأول هو اللي تستعمل فيه لو بلوس كو بارفي اللي عندنا هنا، إلا مشينا تصرفنا هذا في لامبارفي ثم أضفنا له هاد لو بارتيسيباسي، إذن طبعا سنحصل على لو بلوس كو بارفي، لو بلوس كو بارفي ستان طون كومبوزي. إلا مشينا تصرفنا هذا في لو فيتور سامبل، إلا مشينا تصرفنا هاد أفواغ في لو فيتور سامبل، طبعا لو فيتور سامبل ستان طون سامبل، هو زمان بسيط ماشي مركب. إذا الفعل تنضيفو لو تيرمينيزون فقط، فنحصل على فعل مصرف في الزمن حسب الضمير اللي غيكون قبل منه طبعا. إذا هنا طبعا ملي غيكون عندنا لو فيتور سامبل ديال أفواغ هنا، إذا سنحصل على لو فيتور أونتيغيوغ. لو فيتور أونتيغيوغ فاش تينفع؟ تينفعنا ملي تنبغيو نتكلمو على واحد لو فيتور في المستقبل قبل من واحد لو فيتور آخر غيجي من بعد منه، اللي هو لو فيتور سامبل. إذن إلى إكخي، إذن هو كتب في الماضي. ثم عندنا نويل، طبعا نويل هو احتفال عند المسيحيين، طبعا هاد الاحتفال تيكون لو 25 ديسمبر، تيكون يوم 25 من الشهر الآخر من السنة. طبعا نويل إيت أون فات كريتيان سيليبغي دون لو موند اونتي لو 25 ديسمبر، إذا نتكلم عن اون فات كريتيان، إذا نتكلم عن احتفال مسيحي. سيليبغي طبعا لو فيرب سيليبغي المقصود به أنك تحتفل بشيء، سيليبغي أنك تحتفل بشيء. إذا هنا نتحدث عن اون فات كريتيان نقول عنها بأنها سيليبغي، كما نقول أنه محتفل بها. دون لو موند اونتي في العالم ككل، إذا لي زونفون اون روسي، إذا الأطفال أنهم تلقوا، هنا شنو عندنا؟ عندنا لو بارتيسيباسي دو فيرب روسوفوار، فعل استقبل أو تلقى. لو فيرب روسوفوار هذا فعل استقبل أو فعل تلقى. مثلا جي روسو مي بارون، أنا استقبلت أبوية. جي روسو مي بارون، أنا استقبلت أبوية. بعد مرة تنتكلمو على لو روسو، تنتكلمو على التوصيل. إذا نتكلم على لو غوسي توصيل، هنا طبعا نتكلم على الفعل لو فيرب سوفوار،
كما تلاحظوا عندنا لو بارتيسيباسي دو فيرب سوفوار بريسيدي دو لوكسيليير افوار مسبوق بالمساعد افوار. إذن لي زونفون اون روسي الأطفال تلقوا ماذا؟ دي كادو تلقوا هدايا كما عندنا هنا إل ممكن تنقص عجلة، هناك عجلة تنقص يجب أن نبحث عن هذه العجلة أين هي؟ إل مونك إن غو إذن تنقص عجلة. طبعا لو فيرب مونكي يعني فعل كما نقول فقد، لو فيرب مونكي كما نقول فقد أو نقص إلى غير ذلك. إل مونكين غو كما نقول بأن تفتقد عجلة. تينو مونك أنت تنقصنا، المقصود بأننا اشتقنا لرؤيتك مثلا. تينو مونك أنت تنقصنا. ثم عندنا سي جوي أبارتيان أ، إذا نتكلم عن هذه الألعاب أبارتيان أنها تنتمي. طبعا هنا عندنا لو فيرب أبارتونيغ هذا فعل انتمى، نقول مثلا إلى بارتي أ سو جروب، إذا هو ينتمي لهذه المجموعة. إلى بارتي أ سو جروب هو ينتمي لهذه المجموعة، ولكن كما عندنا هنا لو فيرب أبارتونيغ تعني أنه يملك. سي جوي أبارتيان أ، مثلا سي جوي أبارتيان أ مصطفى، هذه الألعاب تعود لمصطفى، كما نقول بأن يمتلكها مصطفى. سي جوي أبارتيان أ مصطفى، إذا نذكر الشخص الذي يمتلك هذه الجوي. لو برونو لو بروميي باراغراف دون سو تيكست، إذا عندنا جين أ بيير، جين أ بيير سون دو فخير، جين أ بيير sont deux frères. إذن هما أخوين. Ils ont le même âge. هم عندهم نفس السن. Ils ont le même âge. طبعا الأج المقصود به السن. إذن ils ont هم عندهم. علاش قلنا عندهم؟ هنا عندنا أفوار هنا. لأن ما جاش من بعد منه فعل. بحال اللي كان عندنا قبل قليل. مثلا نقول ils ont reçu. هنا عندنا أون يأتي بعدها فعل، هنا عندنا هاد نفس هاد أون، اللي عندنا هنا هي اللي عندنا هنا، هنا جا من بعد منا اسم، إذن غتفيد الملكية. إيزون ميم آج، إذن هم عندهم كما نقول بأنهم يملكون لو ميم آج، نفس السن. مي جينو نا با دو سوان، ولكن جينو ليس عنده دو سوان، ليس عنده عناية. Et Pierrot, est soigneux. ولكن Pierrot est soigneux. أنه معتني. تتميز بالعناية. Regardez les images. انظروا الصور. Pouvez-vous reconnaître Jean et Pierre? هل يمكنكم أن تتعرفوا على جين وبيير؟ كما نقول هنا هل يمكنكم pouvez-vous؟ طبعا هنا عندنا le pouvoir. عندنا لو فيرب بوفوار مصرف البريزون. فو بوفي انتم تستطيعون. بوفي فو هل تستطيعون ركونيتر التعرف جيني بيير جينو بيير، المقصود هل يمكنكم التعرف على جينو بيير. بوفي فو ركونيتر جيني بيير، هل يمكنكم التعرف على جينو بيير. طبعا كما عرفنا قبل بان جينو نا با دو سوان، جينو هو اللي ما عندوش العناية. باركونتر بيرو إسوانيو، على عكس ذلك بيرو هو المعتني. إذا فلننظر الصور، غوغاردي لي زيماج، انظروا الصور. بيان سور لي زيماج كو نوزالون فواغ، فوالا سي لا بخوميييغ إيماج، لا دوزيام إيماج، إي لا تخوازيام إيماج، إيسي هنا ديسان نيميرو أن، إذا عندنا الرسم رقم واحد، لا شومبر، إذا نتكلم على الغرفة. Regardez le dessin numéro 1, voilà, c'est le dessin numéro 1, nous prenons ce dessin. Qu'est-ce qu'on a à propos de ce dessin? L'enfant dort, ses vêtements sont rangés sur une chaise, la couverture du lit est bien pliée sur la table de nuit. Les livres sont rangés en ordre, c'est la chambre 2, et dans l'enfant dort, à tefluyenem, c'est quel verbe? Ayoufi alinada?
Bien sûr, c'est le verbe dormir. C'est le verbe dormir. Conjugué à quel temps? Conjugué à quel temps? Et de nouveau, مصرف أي زمن. C'est le verbe dormir conjugué au présent. Et de نقول je dors, tu dors, il dort. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. Ils dorment. Le verbe dormir au présent. L'enfant dort. الطفل ينام. Ses vêtements sont rangés sur une chaise. Ses vêtements sont rangés sur une chaise. كما نقول ملابسه. Ses vêtements sont rangés. أنها مرتبة. نتكلم عن الملابس نقول عنها بأنها مرتبة. هي التي مرتبة. طبعا سنستعمل لوكسيليير اتر. Ses vêtements sont rangés. طبعا كما نتكلم هنا عن المبني المجهول. علاش نتكلموا على المبني المجهول هنا؟ لأن لو فيرب رانجي تعني رتبة. لو فيرب رانجي تعني رتبة. ما معنى رتبة؟ يعني أن الفاعل يقوم بالفعل على أشياء أخرى. إذا نتكلم عن رانجي. إذا في البريزون ماذا سنقول؟ طبعا سنقول جو رانج، تي رانج، إل رانج، نو رانجون، فو رانجي، إل رانج. إذا هم يرتبون. ولكن هم يرتبون سنقول ils sont rangés. هم يرتبون. في الفعل الماضي ماذا سنقول؟ في المبني للمجهول ماذا سنقول في البريزون؟ طبعا سنقول je suis rangé. أنا أرتب. je suis rangé. أنا أرتب. tu es rangé. il est rangé. nous sommes rangés. nous sommes rangés. vous êtes rangés. ils sont rangés. ils sont rangés. هذا هو المبني للمجهول. عندما نستعمل لوكسيليير اتر كما عندنا هنا طبعا نتكلم على البريزون ولكن راه المعنى ديال الفعل هو اللي تيبين لنا واش حنا في المبني المجهول او في المبني للمعلوم. انا ارتب اذا سنقول جو رونج تي رونج إل رونج. اذا استعملنا طبعا اتر سنقول جو سوي رونجي. كما راينا فيما سبق لوكسيليير اتر تولي هو اللي في البريزون كما عندنا هنا je suis rangé. انا ارتب. tu es rangé. انت ترتب. il est rangé. هو يرتب. nous sommes rangés. اذا نحن نرتب. vous êtes rangé. انتم ترتبون. ils sont rangés. هم يرتبون. طبعا في الباسي كومبوزي ماذا سنقول؟ في الباسي كومبوزي غيولي عندنا لوكسيليير اتر هو اللي في الباسي كومبوزي ثم متبوع بلو بارتيسيباسي دو فيرب. طبعا لو فيرب اللي عندنا هنا هو رانجي. سنحصل على لو بارتيسيباسي بهذا الشكل رانجي كما عندنا هنا. إذا جي إيتي رانجي. أنا رتبت. تو إيتي رانجي. أنت رتبت. إلى إيتي رانجي. هو رتب. نوز أفون إيتي رانجي. نحن رتبنا. فوز أفي إيتي رانجي. أنتم رتبتم. فوز أفي إيتي رانجي. أنتم رتبتم. كما تلاحظوا عندنا كما قلنا هاد لوكسيليير. لوكسيليير إيتر هو لي فلو باسي كومبوزي. إذا كما قلنا سي فيتمون سون رونجي. إذا إل سون رونجي. إذا نتكلم على لو بريزون. نتكلم على لو بريزون دي فيرب رونجي ولكن على فوا باسيف كما ذكرنا. لونفون دور. سي فيتمون سون رونجي سور إن شيز. إذا ملابسه أنها رتبت سور إن شيز فوق كرسي. طبعا كما رأينا في الصورة قبل قليل. فوالا سي فيتمون سون رونجي سور إن شيز. إذا ملابسه رتبت على الكرسي كما لاحظنا. ثم لا كوفيرتور دو لي. إذا نتكلم عن غطاء السرير. لا كوفيرتور دو لي. غطاء السرير إي بيان بلي. طوي بشكل جيد. لا كوفيرتور دو لي. إذا نتكلم عن غطاء السرير. طبعا لا كوفيرتور ممكن نتكلم على لا كوفيرتور دان ليفر. نتكلم عن غلاف كتاب. كما نقول غطاء كتاب. الحاجة اللي تتكون تتغطي تكون عندها اشتقاق من فعل كوفيغ. فعل غلافة أو غطى. لو فيرب كوفيغ تعني غلافة أو غطى. ومنها مثلا كما قلنا لا كوفيغتور. إذا نتكلم على الغطاء. ومنها مثلا لو كوفيركل. ومنها مثلا كلمة لو كوفيركل. نتكلم عن غطاء الآنية. غطاء الأواني يسمى كوفيركل. إذا الذي يهمنا هنا
لا كوفيرتور دو لي، اذا نتكلم عن غطاء السرير، لو لي المقصود به السرير، اي بيان بلي، انه مطوي بشكل جيد. لوغطا ديال السرير ديالو انه تيطويه بشكل جيد. سوغ لا طابل دو نوي، ثم فوق مائدة الليل، اذا عنده واحد الطاولة، عنده واحد المائدة تستعملها في الليل. سوغ لا طابل دو نوي فوق مائدة الليل، لي ليفغ سون رونجي اون اوردر، لي ليفغ سون رونجي اون اوردر، إذن الكتب سون رونجي اون اوردر، سون رونجي اون اوردر، أنها موضوعة في ترتيب، أنها مرتبة بشكل مرتب إن صح التعبير، لي ليفغ سون رونجي اون اوردر، طبعا مرة أخرى عندنا هنا سون رونجي، كما عندنا هنا طبعا. سون رونجي انها مرتبه. اذا نتكلم عن لو بريزون دو فيرب رونجي على لا باسيف، اذا لي ليفر سون رونجي اون اوردر، اذا هاد الكتب انها مرتبه بشكل جيد كما تلاحظون. فوالا سي لا طابل دو نوي، مائده الليل، اذا هذه تسمى مائده الليل، لا طابل دو نوي. اذا سور لا طابل دو نوي لي ليفر سون رونجي اون اوردر. ثم سي لا شومبر دو، إنها غرفة، غرفة من؟ غرفة جينو. واش هي غرفة جينو؟ طبعا جينو كما تنعرفو نا با دو سوان، جينو نا با دو سوان، جينو ما عندوش العناية. واش هاد الطفل اللي ما عندوش العناية غيكون عندو هاد الترتيب اللي عندو هنا، أنه تيوضع الملابس ديالو فوق الكرسي بهذا الشكل، يضع كتبه فوق المائدة بهذا الشكل، ثم أنه يطوي غطاء السرير بهذا الشكل، هل الطفل المعتني يكون بهذا الشكل؟ إذا كما رأينا قبلا بأن جينو غير معتني، ما جينو نا با دو سوان، إي بيغو، إي بيغو إي سوانيو، ولكن بيغو أنه معتني، إذا الطفل الذي عندنا هنا أنه معتني وبالتالي هو بيغو. إذا سنقول هنا ماذا؟ سي لا شومبر دو بيغو، سي لا شومبر دو بيغو، إذا نتكلم عن غرفة بيغو. طبعا في الفقرات القادمة إن شاء الله سنستأنف مع بقية هذه اللعبة. إلى ذلكم الحين، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.